قادرة. أنا بعرف إنك الأولى بالقواعد، رح أسألك سؤال عن الإعراب. لما بحكي وقفي ليش بتضلك قاعدة؟ قولي لي وين الفاعل بوقع الشاب؟ يا حضرة المسؤول بعطيك جواب مقبول، الفاعل يا حرام أخدوه على المستشفى، بتمنى يهتموا فيه كتير منيح، وبطلب من قلبي من بعد الوقع يشفى ويقعد عقله عن الخط ما يزيح. هالجواب شو تعتير؟ عقله رح يطير، من عيلة متعلمين بالمدرسة شاطرين، اللي سيبا فا اللي سيبا في اللي سيبا بيوم. تلميذي يمنى. حاضرة. انتي جدية وبعرف انك ذكية، شو رأيك بشي سؤال عن التهذيب؟ لما من الماما بدك طلبية، شو الجملة اللي بتقوليها بكل ترتيب؟ يا حضرة المسؤول بعطيك جواب مقبول، إذا بتريدي جملة أساسية، كل ما من الماما بطلب شي، بس أنا عطول عند الأفضلية وبحصل على كل شي وما بقول ميرسي. هالجواب شو تعتير؟ عقله رح بيطير، نحنا كلنا متعلمين بالمدرسة شاطرين، بلي سي بابا بلي سي بابي بلي سي بابيون. تلميذي سمر. حاضرة. دروس الحسابية بعرف انك قوية، بسألك سؤال هين كتير، ما بدو تركيز هين العملية، واحد ضارب واحد قديش بيصير؟ يا حضرة المسؤول بعطيك جواب مقبول، حضرة المسؤول هالدرس في قزية، ما بنقبله حتى لو كان مفروض، وهالشي مش مقبول، وين الأخلاقية؟ واحد ضرب واحد ضرب مرفوض. هالجواب شو تعتير؟ عقله رح بيطير، نحنا كلنا متعلمين بالمدرسة شاطرين، بلي سي بابا بلي سي بابي بلي سي بابيون. تلميذة كيكي كيكي. حاضرة. انت على طول بتضلك سرحاني، وما في ولا درس بيعني لك شي، بصف الموسيقى منشوفك فرحانة، فيك تفسري لنا شو يعني هالشي؟ يا حضرة المسؤول عندي جواب مقبول، انا بحب كتير ادرس الموسيقى، بسافر قوام بالاحلام، ببقى فرحانة وهي هي الحقيقة، بحس اني عم طير كل شي تمام. بدي هنيك برافو وحط لك زيرو، انا كلنا